منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مصر، دخل رجال الدين على خط المواجهة مع قطاع كبير من المواطنين بعد منع الصلاة في المساجد وغيرها من الإجراءات التي أثارت جدلاً في الشارع المصري. في هذه الفقرة نناقش هذه القرارات والإجراءات مع ضيفي الشيخ صالح عامر، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك شيخ صالح. أهلا وسهلا يا أستاذ هاشم، مزاح حضرتك وكل السادة المشاهدين حضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية، كيف واجه الأزهر الشريف المواجهة الكبيرة لقرار غلق المساجد، وخصوصا أن عددا من الأئمة قاوموا هذا القرار أيضا؟ طيب، هو حضرتك بس بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، دايما عندنا في مؤسسة الأزهر ومؤسسة الأوقاف المصرية المعني بها أمور المساجد على مستوى الجمهورية، يعني على ما أعتقد أن المساجد في الجمهورية 60,000 مسجد أو أكثر، أو 60,000 إمام دائم لوزارة الأوقاف المصرية، وهؤلاء يعني هم المسؤولين عن المساجد في شتى محافظات الجمهورية. أما مؤسسة الأزهر الشريف فهي المعني بها المعاهد الأزهرية، وإن كان الدستور يعني بينص بأنه هو المسؤول الأول عن التقوى، ولكن نظرة الأزهر الشريف دائما إلى أمر المساجد وغلقها كان عايزين نكون أقصى صراحة ونقول إن الأزهر لم يعترض، لأن إحنا يهمنا في الأول وفي الآخر صحة المواطن وصحة الساجد قبل المساجد. ولكن وإن كان إحنا تحفظنا على يعني بعض النقاط المتعلقة بعد غلق المساجد، مثل إذاعة القرآن الكريم في رمضان، وهي بعض النفحات والروحانيات التي تعود عليها يعني أغلب المصريين، وجدنا مطالبات كثيرة جدا يعني عبر السوشيال ميديا، وكنا شيخ صالح، أنا حابة أعرف رأي الأزهر أو تعليقه سواء على غلق المساجد، ده نقطة واحد، وبما أن حضرتك أشرت إلى قرآن المغرب والفجر، فيريد تعليقه على هذين النقطتين. لماذا؟ طيب، يعني مفهوم ممكن يفهم موضوع غلق المساجد، ولكن ما علاقة الأذان بقصة كورونا؟ كيف فهم الأزهر هذا القرار؟ لا، الأزهر لم يعترض على إغلاق المساجد، بل بالعكس كان حضرتك تتفاجئ لما قلت المسجد الأزهر هو أول المساجد التي أغلقت في مصر حماية للناس من هذا البلاء وهذا الوباء، قبل حتى قرار وزير الأوقاف. مؤسسة الأزهر الشريف، أنا لست متحدثا باسمها على فكرة، ولكن أنا أنقل لحضرتك الواقع اللي احنا عايشينه. مؤسسة الأزهر يعني لم تمانع إطلاقا إغلاق المساجد، لأن إحنا يهمنا في المرتبة الأولى كما جاءت شريعة الإسلام في الضروات الخمس، هو حفظ النفس، حفظ النفس من الهلاك، حفظ النفس أن يعني أن يصل إليها المرض أو يصل إليها الضرر. فمؤسسة الأزهر لم تعترض إطلاقا، حتى نوضح للسادة المشاهدين، على إغلاق المساجد، لأن إغلاق المساجد ده قرار وزارة الأوقاف. وأنا قلت لحضرتك أن الأزهر أصلا بدأ بنفسه وأغلق الجامع الأزهر قبل أن تغلق جميع المساجد على مستوى الجمهورية، وهذا الإغلاق طالما أنه في مصلحة الناس وفي مصلحة الساجد قبل المساجد، فالأزهر لا يمانع إطلاقا. دائما بنقول أن المساجد يعني مع احترامي لوزير الأوقاف، ولكن أعتقد أن الأمر يترتب على يعني مؤسسات الدولة كلها بالإجتماع، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، يعني المؤسسات المعنية بإغلاق المساجد التي تحدد، ليس وزارة الأوقاف فقط. طيب، ماذا عن قرآن الفجر والمغرب؟ يعني أنا أتفق مع معظم المشاهدين ومعظم الناس اللي بتفعلوا جدا، أنا أتفق معهم، ودائما أنا كنت بلوم على وزير الأوقاف في هذه النقطة. يعني كنا بنقول ما المانع يعني إذاعة القرآن الكريم، وخصوصا أن الشعب المصري له بعض الطقوسات المختلفة عن بعض الشعوب الأخرى أو غير الشعوب الأخرى الإسلامية. من أهم الطقوس عندنا هنا في مصر في رمضان هو الاستماع لهذه الآيات البينات قبل يعني الإفطار أو قبل المغرب بقليل، بصوت الشيخ عبد البصر عبد الصمد أو الشيخ محمد رفعة. يعني هذه يعني تعتبر نفحات، وهذه تعود عليها سائر المصريون. وأنا كنت بلوم على وزير الأوقاف دائما وبقول ليه يا جماعة، يعني ليه تمنعهم إذاعة القرآن الكريم قبل المغرب أو إذاعة قرآن الفجر؟ نعم. قبل شيخ صالح، هل هناك أي مبرر لهذا القرار؟ يعني هل فهم لماذا اتخذ هذا القرار، ولماذا التراجع عنه أيضا؟ أنا لا أرى أي مبرر صراحة لهذا القرار، الذي يعني أنا تفاجأت أصلا من وزير الأوقاف أنه يعني أصر وقال لن تزاع يعني يزاع قرآن المغرب ولن يزاع قرآن الفجر، وكان الإصرار شديدا، مع أن سبحان الله الإزاعة في القرآن لم تضر في شيء، يعني ليس لها علاقة بدخول الناس المساجد، كان من الممكن تنظيم الأمر تنظيم جيد،
أن إمام المسجد هو المسؤول عن إذاعة القرآن الكريم لفترة معينة، ربع ساعة، 10 دقائق، نصف ساعة، حسب ما ترى أو تحدد وزارة الأوقاف، ثم يقوم بالصلاة أو يغلق المسجد بعد ذلك، وانتهى الأمر على ذلك. أما أن وزارة الأوقاف وجدناها أصرت وقالت لن نذيع القرآن الكريم، أو قالت يعني لن المساجد ستغلق في الجمعة والجماعات، ولن يرفع من المساجد إلا أذان النوازل، وهذا فقط ما رأيناه. ويعني من وجهة نظري أرى أن وزير الأوقاف تراجع لما رأى أن الضغط شديد فعلا على السوشيال ميديا، ورأى أن الناس فعلا يعني تكلمت، وشفنا حضرتك بعض القنوات وبعض المذيعين يعني دخل متحدث وزارة الأوقاف لما قال بندرس هذا الأمر وبندرس هذا القرار وتم إقالته، والأمر كان فيه لغط كبير على يعني شيء أنا أرى أنه كان من البداية يعني أمر بسيط جدا، أن وزارة الأوقاف تسمح للمساجد بإذاعة القرآن الكريم قبل المغرب ب10 دقائق وربع ساعة، وقبل الفجر مثل ذلك، وانتهى الأمر على ذلك نعم، يعني. أشكرك شيخ صالح عامر، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، شكرا جزيلا لحضرتك.